وحول ملف وضع الإدارة الأمريكية قوات الرد السريع على القائمة السوداء وحجب التدريب والتسليح عنها، ينضم إلينا العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية رسام. أهلا بك سيادة العقيد الركن. على الرغم من أن قوات الرد السريع تم تدريبها وتسليحها أمريكيا كما تعلم، واشنطن تضعها على القائمة السوداء، كيف تقرأ هذا التحول؟ نعم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. نعم، أكيد هو تحول يعني في السياسة الأمريكية في التعامل مع الميليشيات ومع هذه القوات التي طالما كان ولاءها ولاءات خارجية لا تمت بصلة إلى العراق، وبالتالي هذا القرار هو متأخر جدا بالنسبة للقيادة الأمريكية الآن، علما بأنه في عام 2015 وضع الكونغرس الأمريكي فرقة الرد السريع على القائمة السوداء، أي نعم. تم شمولها بقانون ليهي الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية في حال ثبوت تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. أنا أعتقد بأن هذا القرار الذي جاء هو نتيجة أمور كثيرة خلال الفترة الماضية. أولا، بأنه أصبح هناك تقاطع كبير جدا في المصالح الأمريكية مع مصالح الميليشيات ومع المصالح الإيرانية في العراق، نعم. وبالتالي هناك عملية تغطية تقوم بها الكثير من القيادات والكثير من القوات الأمنية التي تسيطر وتهيمن عليها إيران من خلال المفاصل القيادية، وبالتالي هذا التحول هو تحول طبيعي عندما تتقاطع المصالح ما بين الدول. نعم سيد حاتم، وكما تعلم فإن الولايات المتحدة تعاونت مع قوات الرد السريع في قتال تنظيم الدولة، إذا كانت هذه القوات تصنف الآن على القائمة السوداء، فلماذا تعاونت معها أمريكا؟ هذا السؤال، تفضل. نعم، عندما تتوافق المصالح ما بين الطرفين لا مشكلة في أن تتعاون، يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما لا يكون هناك تهديد لمصالح الأمن القومي الأمريكي أو للمصالح الأمريكية فلا توجد مشكلة لدى واشنطن في التعامل مع هذه القوات، والدليل على هذا بأنها قدمت الدعم الجوي واللوجستي والاستخباراتي والإداري لهذه القوات طوال الفترة الماضية، وصمتت على جميع الجرائم التي تم ارتكابها في المناطق السنية عندما تم استعادتها من قبل تنظيم الدولة. ولكن عندما يكون هناك تهديد لمصالح الأمن القومي الأمريكي أو عملية تغطية من قبل هذه القوات وهذا يؤثر على المصالح الأمريكية سواء كانت السياسية أو العسكرية، فعندئذ يكون تقاطع واضح في المصالح، عندئذ يكون التوافق من الصعب جدا أن يكون توافق ما بين الطرفين، لذلك دعمتها في تلك الفترة عندما توافقت المصالح، وعندما تقاطعت الآن نرى بأنه تم وضع كثير من الميليشيات ومن القوات على لائحة القائمة السوداء أو على قوائم الإرهاب. نعم، في تفاصيل القرار الأمريكي فإن الإدارة الأمريكية بقرارها هذا ستوقف التسليح والتدريب لهذه الفرقة، ما أثر ذلك على قدرات هذه القوات وهي من تعد من قوات النخبة؟ نعم، أكيد هذا القرار سيكون له تأثير كبير جدا على القدرات القتالية لهذه الفرقة، على القدرات الفنية والتكتيكية والتدريبية والتسليحية، يعني عندما تسلح القوات يعني بأسلحة أمريكية فعملية الإمدادات التي أو التمويل الذي يجب أن تؤمنها لهذه القوات من عتاد ومن أسلحة ومن أمور فنية كثيرة جدا ومن إدامة، جميع هذه الأمور تعتمد على الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك عندما يتم إمداد هذه القوات بهذه الأسلحة يجب أن تكون هناك هذه المواد متوفرة، فعندما توقف هذه المواد إذا أصبحت هذه الأسلحة لا قيمة لها، بمجرد أن تنتهي الاعتداء أو الأسلحة سيتم توقف استخدام هذه الأسلحة من قبل هذه الفرقة، وهذا يعني بأنه يجب البحث عن مصادر أخرى للتسليح لهذه الفرقة، مما سيؤثر اقتصاديا على العراق بشكل كبير جدا. نعم سيد حاتم، يعني بحسب تقديراتكم هل من الممكن وضع قوات أخرى دربتها وسلحتها القوات الأمريكية على القائمة السوداء مثل ما حصل مع جهاز مكافحة الإرهاب مثلا؟ نعم، هذا سيعتمد على ما تقوم به هذه القوات من دعم للميليشيات التابعة لإيران أو من عملية التغطية على عملياتها التي تقوم بها ضد القوات الأمريكية وضد المصالح الأمريكية. نعم. فإذا ما تقاطعت المصالح واستخدمت هذه القوات ضد القوات الأمريكية فأعتقد بأنه توضع أي قوات ستقوم بمثل هذه الأفعال ستوضع على اللوائح الأمريكية. أما إذا بقيت القوات على ما هي عليه فأنا أعتقد بأنه سيكون استهداف لرؤوس قيادية
في هذه يعني عندما نتكلم الان عن قائد فرقه الرد السريع منذ عام 2013 هو قائد فرقه الرد السريع، وهذا لا يجوز بالسياقات العسكريه، فتره طويله جدا يعني، يعني يجب ان يبقى في المنصب سنتين او ثلاث ثم يتم تغييره، ولكن لماذا تصمت حكومه بغداد على بقاء مثل هذه القيادات؟ اذا هناك اشكاليه حقيقيه في هذه القضيه. العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.